في 23 آذار مارس العام الماضي عام 2019، وفي مثل هذا اليوم أعلنت قوات سوريا الديمقراطية القضاء على آخر معاقل داعش ألا وهي بلدة الباغوز. دعونا وإياكم من خلال كاميرا وكالة أنباء هوار نرصد ما أضحت عليه بلدة الباغوز بعد عام من التحرير. يمر اليوم عام على تحرير بلدة الباغوز السورية بعد أن أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 آذار مارس من العام 2019 تحرير هذه البلدة التي كانت آخر معاقل داعش، وبذلك رفعت الباغوز عن نفسها السواد ولحقت بسابقاتها من مدن وبلدات شمال وشرق سوريا التي تحررت. بلدة الباغوز الواقعة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور نالت اهتماماً عالمياً قبل عام من الآن، ولكن ما أن تحررت هذه البلدة حتى باتت منسية من المجتمع الدولي الذي تخاذل في تقديم الدعم لسكانها في ظل ضعف الإمكانات لدى الجهات المحلية التي تتولى إدارة المنطقة. وبلدة الباغوز هي إحدى بلدات ناحية السوسة التابعة لمنطقة البوكمال، وتقع 125 كيلومترا شرق مدينة دير الزور السورية، وتضم 3 قرى إلى جانب مركز البلدة: قرية باغوز تحتاني، حويجة السفافنة، حويجة المشاهدة. وصلت أعداد قاطنيها إلى 45 ألف نسمة قبل عام 2011 بحسب الرئيس المشترك لمجلس الباغوز المحلي سالم محمد علي الخلف. هذا وعقب تحرير الباغوز من قبل قوات سوريا الديمقراطية لم يتسنى لأهالي البلدة وقراها النازحين إلى مناطق الشمال وشرق سوريا ومخيمات الإدارة الذاتية العودة بشكل مباشر، لأن قوات سوريا الديمقراطية أطلقت حملة لتمشيط وإزالة الألغام ومخلفات داعش بعد التحرير مباشرة. بدأت أولى رحلات العودة إلى الباغوز بالتنسيق مع مجلس دير الزور المدني مطلع آب أغسطس عام 2019، ليصل تعداد العائدين إلى البلدة وقراها بعد عام من التحرير إلى أكثر من 30 ألف نسمة بحسب إحصائيات المجلس المحلي. يدير اليوم بلدة الباغوز أهالي البلدة أنفسهم ضمن مجلس الباغوز المحلي الذي تشكل في الأول من كانون الثاني عام 2020 عقب الانتهاء من تشكيل 15 كومين مؤلف من رئاسة مشتركة ومجلس إدارة وسبعة لجان. المساحة الجغرافية التابعة لمجلس الباغوز هي الباغوز فوقاني، حوشة السفافنة، حوشة المشاهدة، باغوز تحتاني. تعداد السكان بشكل عام لبلدة الباغوز وما يحويها من السفافنة وباغوز تحتاني حوشة المشاهدة شي 45 ألف نسمة، يعني اللي موجودين ما يقارب 30، من 30 لل 35 تقريبا موجودين، يعني 30 أقل أكثر شوي بشكل تقريبي. عدد الكومينات الهيكلة التنظيمية الجديدة 15 كومين كامل المجلس. آلية العمل المستقبلية يعني نتأمل أنه يجي مزيد من الدعم للمجلس. عندنا عدة مشاريع للمجلس، فهي مشاريع يعني المرأة، دورات للمرأة، دورات خياطة، دورة محو أمية تثقيفية، يعني أمور كثيرة، مشاريع احنا مقدمينها إن شاء الله إذا يتم الدعم الكافي مشاريع كويسة وتخدم بلدة الباغوز. أما على الصعيد الخدمي لم يتوانى أهالي بلدة الباغوز عن التعاون مع مجلس دير الزور المدني في الإسراع بإزالة الأنقاض وفتح الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مركز البلدة وقراها ضمن خطة عمل أطلق عليها اسم برنامج الفرات، استمرت مدة 3 أشهر اعتبارا من 17 أيلول سبتمبر عام 2019، إلا أنها اقتصرت على المدة المحددة فقط لتتوقف بعدها خدمة البلدة باستثناء خدمات بسيطة يتم تقديمها حسب إمكانيات مجلس دير الزور المدني. طبعا بالنسبة برنامج فرات اللي تابع للمجلس المدني اشتغل عندنا هنا من 17/9 لغاية 17/12، تم ترحيل الأنقاض 109 منازل بالتحديد، هاي مدمرة بشكل كامل، بالإضافة لفتح الطرقات وإزالة الغمامة، انتشال الجثث وتوزيع المياه المجانية خلال الثلاث أشهر اللي
مارسنا العمل فيه. بالمتر المكعب تم ترحيل ما يقارب 40,000 متر مكعب أنغاض، نفايات حوالي 10,700 متر، بالإضافة للمياه حوالي 17,000 متر مكعب. جثث تم انتشال 436 جثة بالعدد الصحيح، وتم إزالة الألغام عن طريق خبير من نفس المنطقة طبعا توظف معانا ضمن البرنامج هذا. وإحنا نطالب طبعا نطالب بعودة فرات مرة ثانية على الباغوز، لأنه نسبة الدمار بشكل عام البيوت المدمرة بشكل عام 1200 منزل بالتحديد، بالإضافة للدمار الجزئي والمنازل المحروقة، وشفتم أنت المدارس المحروقة هاي ما حطينا ما حسبناها، بس كدمار جزئي ودمار كلي ما يقارب 1200 منزل. شن ضمن الفترة اللي كان العمل مسموح فيها ضمن البرنامج فرات شن ما يقارب تقريبا 10%، هذا اللي قدرنا نتوصل له، وهذا إنجازنا يعني صراحة نعتبر إنجاز ضمن الثلاثة شهور. 109 منازل مدمرة بشكل كامل تم ترحيلها على سريه نهر الفرات. حياك الله. وعلى الصعيد الصحي يشكو أهالي الباغوز من انعدام الرعاية الصحية بسبب خلو البلدة من النقاط الطبية، حيث تقتصر النقاط الطبية على مستوصف افتتحه المجلس بإمكانياته الذاتية المعتمدة على تبرعات أهالي البلدة، وهذا المستوصف يفتقر إلى المعدات الطبية والأطباء والمختصين. أولا السحب بالباغوز سيئة جدا سيئة جدا، يعني ما في أي خدمة طبية بالباغوز. في مستوصف بس هيكل موظفين، يعني لا يوجد أي خدمة طبية لأي حالة إسعافية. إذا صارت حالة إسعافية نعتذر منه ونقول روح المستشفى. أقرب مستشفى عن الباغوز 40 كيلو، وأقرب طبيب يعني 12 كيلو. ومن جهة أخرى وفي ظل انعدام الرعاية الصحية، يتخوف أهالي الباغوز من ظهور أمراض معدية، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف نتيجة المقابر الجماعية المنتشرة هنا وهناك التي ترك داعش خلفه. المعاناة، احنا اليوم احنا مقبلين على فصل صيف يعني، فالجثث يعني في حوالي 4,000 أو 5,000 جثة موجودة بمنطقة المخيم بشكل عام. هاي الإحصائية مثل ما نقول التقريبية يعني، هاي أول. كما ولا يقتصر غياب الإمكانات والدعم على القطاع الصحي والخدمي فحسب، فالقطاع التربوي والتعليمي ليس بأفضل حال من غيره، حيث يفتقر القطاع التعليمي إلى الدعم المناسب لإعادة عجلة التعليم إلى البلدة، ولا سيما مع الإقبال الكبير لأطفال البلدة وقراها على المدارس، مع دعوة مدرسي البلدة للأهالي بإرسال أطفالهم إلى المدارس بعد حرمان دام سنوات. ويوجد داخل بلدة الباغوز وقراها 7 مدارس خرجت 2 منها عن الخدمة جراء المعارك التي دارت في المنطقة، ويعتمد أهالي البلدة اليوم على 5 منها فقط، رغم تعرض تلك المدارس ومعداتها إلى الحرق والتخريب. والله الوضع التعليمي بالباغوز تقريبا، احنا رجعنا ما صرنا 7 شهور على القرية، فبادرنا انا وزملائي بالتطوع، فلقينا اقبال من الاهالي لبوا النداء بعثوا اولادهم. فاول بالبدايات ما كان في لا مقاعد لا في شبابيك، لا كان الطلاب يفترش الارض، الالواح مثل ما تشاهدون ما كان في الواح، نحن صنعناها على اعتقد. الوضع التعليمي تقريبا نعاني من نقص كتب، يعني مواد غرطاسية بشكل تام. الباغوز فيها 7 مدارس، 3 مفعلات جايين ندرس فيهن، واثنين مدمرات بشكل كامل، واثنين احنا نسميها الحويج والسفاف تابعين للباغوز، كمان هناك في مدارس مفعلات يدرسوا. هذا ويغيب عن بلدة الباغوز أي تحرك لمنظمات إنسانية وإغاثية وخدمية، رغم معاناة الأهالي الكبيرة من نقص في مياه الشرب وانتشار المقابر الجماعية ونقص الرعاية الصحية والتربية والتعليم واقتصار العمل في إعادة تأهيل البلدة على جهود ذاتية من أهالي البلدة وإمكانيات مجلس دير الزور المدني المحدودة. استطاع أهالي بلدة الباغوز من تنظيم أنفسهم ضمن كومينات ومجالس محلية
بعد أن استطاعت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير البلدة في 23 آذار مارس من العام المنصرم، إلا أن جانبها الصحي والتعليمي والخدمي لا يزال يعاني الكثير وبحاجة إلى الكثير من الدعم وسط غياب المنظمات الإنسانية ومؤسسات ومنظمات المرتبطة بالتحالف الدولي.